خلينا نروح لملف تاني، ملف يمكن اتكلمنا فيه يمكن من بعد مباراة النادي الأهلي والزمالك، والأحداث اللي حاصلة في خلينا نقول في المجال الإعلامي الرياضي وخاصة في السوشيال ميديا، اللي حسينا إن في تجاوز شوية، حسينا إن في تضخيم للأمور بشكل كبير لأغراض معينة، والأغراض المعينة كلنا عارفينها يعني، بس مش عايزين نتطرق ليها بشكل أو بآخر. لكن شفت القصة دي إزاي خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا؟ أنا شفت قصة تضليل 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 للرأي العام واغتيال معنوي وكل اللي أنت عايزه. هذا ليس له علاقة بالإعلام أبدا. الإعلام الرياضي يعني مع الصحافة توارد بالصحافة المكتوبة في ظل الظروف والتطور السريع اللي احنا عايشينه، وانه حتى محاولات البعض ان الصحافة المكتوبة ماتت، بقول له لا ما ماتتش ومش هتموت ولسه مستمرة وفيها ناس وطلع وتطلع وهتكمل مهما يكن، انه الكل يفتي والكل يتكلم والكل يتابع والكل يتحدث. ازاي تحدثني عن فريق متصدر بطولة وبيفايز بيها يعني مقترب من العام الخامس على التوالي، وعندما يخسر المباراة تقوم الدنيا ولا تقعد بهذه الصورة؟ امر غريب جدا. وكأنه هل هي المباراة هي اللي تحسم المسابقات، ولا المسابقات بتحسم من خلال مشوار ينتهي ب 34 مباراة و 36 مباراة حسب نظام مسابقة الدوري؟ هل هو ده الحسم؟ هل هو ده التحليل؟ هل ده التحليل؟ او هل ده يعني مثلا انا اقدر اسميه هي دي الرياضه؟ يعني لو ظل الاهلي على عهده انه يفوز دائما ولا يخسر اي مباراه، مفيش فريق في العالم، ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بكلمك اهو، لو ظل الاهلي على العهد مثلا او اي فريق بيفوز دائما، لما يجي يخسر مباراه كل الاتهامات والحديث عن وينص يعني عارف انت اغلاق يعني شيء في فرق. طبعا عاوز اقول في ناس ما تعرفش يعني نقد بناء وهي نقد هداب. نقد بناء ده حكايه تانية، انك انت بتعرض يعني ايه السلبيه وحلها، يعني انت مش بتنقد لغرض ولمرض، لا انت بتنقد بتقول الفرقه عملت في الماتش واحد واثنين وثلاثه واربعه وخسرت، انت في ربع ساعه ضيعت اربع اهداف منهم هدفين محققين، ماشي الكره ما مشيتش معاك خلاص ده مش يومك. لا الاهلي لا احسن من برشلونه ولا احسن من بايرن ميونخ ولا باريس سان جيرمان، معاك فارق الامكانيات عادي لازم يخسر. ده جوزيف عز بتاع لما زعل من الجمهور ان الجمهور غضب لما الاهلي خسر مثلا ماتش الاسماعيلي بعد ما عادين من كاس العالم 2006 وخسر الاهلي 3-0 في استاد القاهره. صحيح. مجهود وجهد يعني عاوز اقول لك ايه، تقبل كمان تقبل الهزيمه دي لما تجي لك في وقت انت كنادي بحجم النادي الاهلي كبطل دراستك للهزيمه وفلسفتها وانك كده تستطيع ان تخرج منها قوي، هو ده سر نجاحك. صحيح. انك يعني انك انت تستفيد انت من هذا الامر. خلينا برضو تغلق بص البدايه من غلق الاذن، يعني عارف انت هي اول مره الاهلي يتعرض يا جماعه الناس بس يمكن ما تنسى التاريخ، ارجع بقى لايام الكابتن صالح وبعد كابتن صالح شوف ايام الكابتن حسن حمدي حصل ايه.